لازم ننتبه كويس قوي ان اساس النجاح في اي عمليه عسكريه امنيه استخباراتيه، كل الامور دي، كل الملف الاستراتيجي ده بيبقى معناه الاعتماد والاتكاء قولا واحدا على الروح المعنويه للجنود ولاسر الجنود وللجبهه الداخليه. وهو بيتحرك على الثلاث دواير دول. لازم نتذكر ان العنوان اسمه ببساطه عمليه شامله، وبما ان هي شامله يبقى الروح المعنويه للجنود، وبما ان هي شامله يبقى الروح المعنويه لاسر الجنود، وبما ان هي شامله تبقى الروح المعنويه للجبهه الداخليه. علشان كده هل تفتكروا انه كان من اللافت ان حديثه في اكاديميه الشرطه، بما انها الحدث الاخير يعني الحديث ده، الشكل الانساني في التعامل مع الطلبه، حضور الافطار معاهم، التلاقي مع اهالي الطلبه لان الوقت كان وقت زياره اهالي، هل ده كله كان بيجي بشكل مباشر تحت يعني كلمه رفع الروح المعنويه؟ هل ده جزء من الادوار اللي الرئيس زي ما بيقوم بدور وزير الاعلام وبكفاءه بيقرر يلعب هذا الدور اللي لحد النهارده احنا مش عارفين نلاقي جبهتنا الداخليه قادره تاديه زي ما شفناه مثلا قبل كده في 73؟ تعالوا الاول نشوف ازاي القائم على عمليه التغيير بيلعب كل الادوار. مره يبقى وزير اعلام، ومرة يبقى مسؤول عن المجتمع، فنلاقيه هو المسؤول عن الروح المعنوية دي.